Actualité. نرحب بضيفي سي حمادي البقلوتي، ناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. سي حمادي مرحبا بك. مرحبا سهام، مرحبا بالفريق التقني، ومرحبا بمستمعي إذاعة الحياة فهم من القيروان. شكرا جزيلا لك. البارح سي حمادي تابعنا التصريحات خاصة فيما يتعلق بجهة القيروان، نحكي على اكتشاف بؤرة للحشرة القرمزية بغراسات التين الشوكي تحديدا في منطقة ولاد أحمد عمادة سردينة من معتمدية أسبيخة. خلينا نعرف شنو هالحشرة هذية وشنو تنجم تتسبب فيه، كيفاش تنتشر وشنو التأثيرات نتاعها، مع ضيفنا تتسويت السيد المولدي رمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان. سيد المولدي مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا. شكرا. مرحبا سيد المولدي. يعجبك سي المولدي، باش نحكيو على هالبؤرة اللي تم اكتشاف هذه، ولكن قبل لو كنت تفسر لنا شنو هي الحشرة القرمزية اللي تنتشر في غراسات التين الشوكي. شكرا. هي يعطيكم الصحة، هي الموضوع هام جدا هام جدا بخصوص في القروان، وإذا كان يعني صارت العملية هذه فهو خطير جدا، أن ما يسمى المدخرات نتاع ولاية القيروان اللي هي معروفة، خليني نقول لك نسموها هندي جلاس زلف، اللي هو يعملوا به التوابي يسيجوا به السواني نتاعهم، زلف اللي هو يكون علف للحيوانات، اللي هو يكون مورد رزق للعديد من الأشخاص، للثمرة هذيك نتاع الهندي اللي يعملوا منها الرب، يعني يبيعوه هندي فريش هكا تستعملوا الناس الكل، اللي هو ولا مصدر متاع زيوت، أصبح مهدد في تونس ككل، موش في سردينة وسبيخة. هو شاهدنا أنه اكتشاف المرض هذا، هي حشرة هذه تنتشر على السطح متاع ما يسمى لف، وتكون ظاهرة بأنها تعمل كلول الأبيض بكثافة، ويعمل كما ممكن نقول فيها معنى الصفحة اللي متاع الظلفة تتغطى باللون الأبيض، وقت اللي تحكه كما هكا اللون الأبيض هذاك يعطيك كولور موف. حشرة هذه سريعة الانتشار، حشرة هذه تتنقل، يعني كي تتوجد على الظلفة تعمل كيف الخيوط حريرية وتتنقل بالريح، تتنقل أي حاجة، مثلا أي حيوان يسرح تحتها أو إنسان متعدي أو كميونة متعدية بالطريق، وكل شيء نجم تنقل الحشرة هذه إلى أماكن شتى. سمحني سي المولدي بربي باش نسألك هوني، كيفاش تظهر الساعة هي بالأساس؟ شنو هو الأسباب متاع التواجد متاعها وظهورها؟ هي التكاثر، هي حشرة إذا كانت تواجدت فهي سريعة الانتشار. أي قلت لك الانتشار متاعها يتم عبر الريح، الهواء يعني في اي بنية تجارية، هي تعمل الخيوط كما الرتلة كله احنا تعمل الخيوط بتاع هذيك، حتى الريح تطلع، هي تحاول باش تطلع في الاعلى متاع يعني الطابية، والريح هو ينقلها، لو ينقلها اي مكان نجم تنتقل فوق الظهر متاع النعجة، بقرة، كميونة متعدية، تسمو في الريح تهزها ومن بعد تتنشر في اماكن اخرى. وهذه ظهرت السنه الفارطه في جهه السويسي من ولايه المهدية، والحقيقه التعامل ما كانش، يعني خليني نقول ما كانش ناجح 100%، وكان ثم تهاون يعني المره الاولى اللي في شيء يمكن انا بالانتشار نتاع الحشر هذايا، لخاطر هي تسعى يعني بالتالي كي تتكاثر تحطم النبتة كومبليت مو، تحطمها وتطيح وتخمر، ما عادش يعني الهندي هذا الكل يتساقط، وبالتالي ضروري أنه المندوبية على مستوى الجهة الوزارة يلزم يتحملوا مسؤوليتهم كاملة ويتدخلوا في البؤرة هذه ويحاولوا ردمها أو حرقها في أقرب وقت. وأنا نبهت يعني حتى الخيان الفلاحة في جهة سبيخة أنهم الناس الكل تتحمل المسؤولية هذية ويخرجوا ويشوفوا الطوابي متاعهم، يشوفوا الهندي متاعهم، إذا كان ثم الحالة هذية ما عليه أنه ما يترددش، يلزم يحفر لها حفرة ويردمها ويعني يغرق ويردمها في أسرع وقت، وما يعني يرد باله يستهين
بالحاجة هذه. النبتة هذه سلمولدي هي صار في المغرب. أي. نعم. اتفضل سلمولدي. أنا المغرب تقريبا فقدت كل المنتوج متاعها متاع الهند. يعني مهدم بالأساس. كل المنتوج متاعها في ظرف 3 سنوات يعني الهندي الموجود في المغرب يعني قضت عليه الحشرة هذه. بي سلمولدي نستسمحك في دقيقتي. سلمولدي. سلمولدي. نفس الشيء. نعم. بي سلمولدي سمحنا تقعد معنا شوية جوست نرفو إلى سادة المستمعين أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان.